مرحبا بكم أعزائي المتابعين. الآن سنتحدث معكم عن الجزء الثاني في موضوعنا الذي سبق أن تحدثنا عنه، وهو دولة محترمة مواطن محترم. نتج عن الثورة التي تحققت في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال تداخل في المفاهيم إلى درجة أن الكثير من تلك المفاهيم وصل إلى درجة المفهوم الواحد أو وحدة المفهوم إزاء القيم والتقاليد التي تحكم علاقات المنظومة السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية في المجتمعات والشعوب المختلفة. فمع التسليم ببقاء عوامل الاختلاف بدرجات متفاوتة بين الشعوب من حيث انتماءاتها العرقية والدينية ودرجات تطورها وتوجهها نحو بناء الدولة المدنية، وبصرف النظر عن كون هذه النظم ملكية أو جمهورية أو سلطنات أو مشيخات، إلا أن المفاهيم التي أخذت في الانتشار على نحو واسع وأصبحت محل تطلع جميع الشعوب في المعمورة هي الاتجاه نحو تحرير الإنسان واحترام حقوقها السياسية والمساواة في المواطنة وتمكين المرأة. إن موجة التغيير وعمليات الإصلاحات التي لا يوجد أي شعب في المعمورة إلا ويمر بها أو بأحد مراحلها تجعل من الصعب التفريق بين طموحات الشعوب، فالشعوب على اختلاف مستوياتها الاقتصادية يجمعها إحساس مشترك يرقى إلى درجة الإصرار على أن تعيش بكرامة، وأن يتمتع كل شعب وكل إنسان بخيارات واسعة في أن يعيش حياة كريمة وفقا للقيم والمعتقدات التي يؤمن بها. باختصار شديد، فإن القاعدة الأساسية التي أصبح كل إنسان في أي مكان يتطلع إليها هي أن يتمتع بالاحترام وأن يشعر بهذا الاحترام من قبل السلطة التي تحكمه، فلا تمارس عليه التجهيل والاستغفال، لأن لديه مصادر معلومات متعددة توفرها له فضاءات الإعلام ووسائل الاتصال وشبكة الإنترنت، فهو يتشارك تلك المعلومات ويتبادلها مع غيره على مستوى العالم. وما يدفع كثيرا من الشعوب إلى الثورة والتمرد هو شعورهم بالكبت وشعورهم بأن هناك من يتعامل معهم من موقع التعالي بحكم وجوده في السلطة، فلا يحترم ما وصلت إليه تلك الشعوب من مستويات متقدمة من الوعي لا تختلف عن ما وصلت إليه الشعوب في العالم المتقدم. إذن العلاقات القائمة على الاحترام، والذي يشمل الاحترام في معانيه الثقة والثقة المتبادلة بوعي المواطن وإرادته في الالتزام بتنفيذ النظام القوانين، يقابله ثقة المواطن في الدولة وفي أنها مؤهلة فعلا للتحقيق الأمن والنظام والقيام فعلا بتنفيذ سيادة القانون. وفي الوقت نفسه يجب أن تمتد هذه الثقة لتشمل ثقة المجتمع في قدراته وإمكانياته في تحقيق أهداف خططه التنموية واستراتيجيات المستقبل. إن الثقة بمعناها الواسع الذي يوفرها وضع الدولة المحترمة هو الذي يزرع الأمل الواسع في قدرة كل فرد على النهوض بالحاضر وتحقيق أهدافه وطموحاته المنشودة مستقبلا وفي مستقبل أفضل أيضا. تلك الآمال التي تستند إلى مقومات ومعطيات وإمكانات المجتمع المادية والبشرية وليس على تسويق الأوهام في العلاقة الأكثر رقيا على عكس علاقات الالتزام بالقوانين والنظم التي قد تقوم على الإجبار والهيمنة. أما علاقة الاحترام فتنبع من إدراك كل من المواطن والسلطة سواء معا أو كل على حدة من أن توصلهم إلى تحقيق أهدافهم في حياة سعيدة وكريمة لا يتحقق إلا بالاحترام واحترام الآخر. بمعنى آخر، أن الاحترام هو ركن الحق والواجب في آن واحد، وطالما يتساوى حق التمتع بحياة كريمة مع الحياة نفسها يصبح تحقيق هدف الحياة الكريمة يساوي احترام حق الآخر في أن يعيش في نفس الحياة. وبالتالي تحقيق حالة من الاحترام المتبادل الذي يحقق حالة التوازن والاستقرار في الدولة المحترمة. فمثلما أن الإنسان الذي لا يحترم نفسه لا يستحق احترام الآخرين له، كذلك الدولة التي لا تحترم نفسها هي لا تستحق احترام مواطنيها. ولكي تكون محترمة أمام مواطنيها يجب أن تتبع معايير الشفافية والحكم الرشيد والمساءلة، وأن تتمتع قيادتها بقدر كبير من النزاهة تحقق لهم مكانة القدوة التي بموجبها
تنتزع احترام الآخرين، والذي ترجمه الالتزام بالنظام وأداء الواجبات. هذا الالتزام الذي قد يبدو طوعيا في الدولة المحترمة هو الالتزام الذي يضاهي أي درجة من الالتزام في الدولة المستبدة أو الدكتاتورية أو الدولة التي تتبع نظاما بوليسيا متخلفا في فرض هيمنتها وتطبيق أنظمتها. شكرا أعزائي المتابعين. إذا لديكم أي ملاحظات حول ما أطرح بشأن الدولة المحترمة، أرجو أن تضعوا ذلك في التعليقات. أيضا يسعدني جدا أن يتحدث كل إنسان عن رأيه في من هي الدولة في نظره المحترمة في العالم. شكرا لكم.